فصل الصيف. زي ما حضراتكم شايفين ادي منظر الوينكا طبعا الكسر او الوينكا البلدي العاديه تمام بنفس المنظر ده. طب واحد يقول لي موضوع الحلقه احنا هتكلمنا كان عرفتك لازم لو انت هتجيب وينكا هتلاقي زهورها جميله جدا، وانا بصراحه نبات بفضله جدا في التنسيق عنده، وادي اللون بتاعه تمام. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. انا قطب عثمان من قناه البستان الاخضر، كل عام وحضراتكم بخير. في عجاله سريعه كده نبات الوينكا، نبات الوينكا طبعا الوينكا انا قلت يا جماعه ان الوينكا ليها عده انواع، منها القزمي ومنها النوع العادي ومنها النوع المستورد. ده اللي حضراتكم شايفينه ده يعتبر القزمي تمام. طيب النوع المستورد، وناس سالوا، واحد سالني سؤال قال لي يا هندسه دايما بجيب الوينكا المستورده وبتموت مني، طب ايه العمل اعمل لها ايه؟ يا جماعه الوينكا المستورده الوانها جميله جدا، طبعا اللي معايا ده نوع بلدي عادي، ولكن الوينكا او كسر من البونكا المستورده، يعني ده او كسر من الوينكا المستورده. كسر بمعنى ايه؟ كسر بمعنى ان انا بجيب الوينكا دي في اكياس اللي هو المستورده دي بتبقى جايه من بره وزارعها، وبعد ما تنتج وتبقى كويسه اخد البذور بتاعتها وازرعها بتطلع بنفس المنظر ده، بس ما تدينيش نفس اللون ونفس المواصفات بتاعت الايه؟ الاصليه. طيب الوينكا واحد يقول لي انا دايما بزرع الوينكا، والوينكا طبعا نبات صيفي، نبات منفذ صيفي ونبات معمر. انا على طريقتي الشخصيه وتنسيقي ان هو نبات معمر، ولكن ليه عده اسباب. يعني اللي يجي واحد سالني، واحد قال لي هندسه انا الوينكا بتموت من الوينكا المستورده دايما بزرعها. قلت له يا فندم الوينكا المستورده فعلا نبات هيعيش معاك، ولكن ليه طريقه سهله جدا. بدل حضرتك ما تزرع النبات في الشمس، لا ازرعه في ظل خفيفه، يعني يجي ساعتين ثلاثة شمس. يبقى الوينكا المستوردة لازم تحطها في شمس خفيفة، لو شمس مباشرة زيها زي الجارونيا المستوردة، واكيد حضراتكم عارفين الجارونيا. طيب لكن الوينكا البلدي، الوينكا البلدي فرماها في حر، في شتاء، هو في الشتاء بتتعب شوية ولكن بترجع ترد تاني في فصل الصيف. زي ما حضراتكم شايفين ادي منظر الوينكا طبعا الكسر او الوينكا البلدي العادية تمام بنفس المنظر ده. طب واحد يقول لي موضوع الحلقه احنا هتكلمنا كان عرفتك لازم لو انت هتجيب وينكا هتلاقي زهورها جميله جدا، وانا بصراحه نبات بفضله جدا في التنسيق عنده، وادي اللون بتاعه تمام ليه عده الوان جميله جدا. طيب النهارده انا عايز ازرع الوينكا، هسيب لحضراتكم في صندوق الوصف زراعه الوينكا عشان بس ما يبقاش الفيديو طويل، هسيب لكم في صندوق الوصف طريقه زراعه البذور الوينكا. طيب انا النهارده عايز اعرف اخد البذور ازاي، خش عليا كده بالكاميرا. زي ما حضراتكم شايفين ادي في قرون صغيره اهو، او الزهره دي لما بتنتهي وتطلع وتقع الزهره بتطلع منها قرون الصغيره دي، شايفين القرون دي؟ القرون دي لما افضل حضرتك تسيبها لعند ما الارض يبدا ينشف، مش يتساقط، يبدا ينشف، باخد القرون دي واحطها وازرعها، ممكن ازرعها في بيتمس او رمله الايام دي عادي مفيش مشكله. ولو عندك بذور وينكا ابدا ازرع دلوقتي، معاك من بدايه منتصف شهر 2 او عشان الجو كان شتاء عندنا، او من بدايه شهر 3 لعند معاك اوائل شهر 9، بعد كده ما تزرعش عشان بيصيبها بعض الامراض فما بتبقاش ناجحه تمام. يبقى ادي طريقه زرع. طيب التسميد، التسميد الحديد مهم جدا، جزري او رش على الاوراق، التسميد الام بي كي تمام، ورش العناصر الورقيه. واحنا كده عرفنا طريقه الزراعه، وهوريكم بقى بالفيديو تحت، هسيب لكم في صندوق الوصف تحت طريقه زراعه الوينكا ازاي عن طريق البذور. ان شاء الله شايفين ادي لها كام لون تمام، ولها عده الوان كتيره باذن الله. يا رب يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.